إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن القرحة الهضمية وبكتيريا المعدة الحلزونية. قرحة المعدة عبارة عن حدوث تآكل موضعي في القشاع المخاطي لجدار المعدة أو الأمعاء، وتحدث نتيجة العديد من الأسباب، منها تناول المسكنات وأدوية يعني الروماتيزيوم والإصابة بالميكروبات والطفيليات وأيضا بالميكروب الحلزوني بكتيريا المعدة الحلزونية، وأيضا ممكن بسبب التدخين، أيضا تناول الكحوليات، أيضا تحدث نتيجة الضغوط النفسية والقلق النفسي، وأيضا بسبب الأشياء المنتهية يعني منتهية من مدتها بسبب الحليب أو الألبان المنتهية أو الملوثة، ممكن تسبب قرحة شديدة قد تصل إلى الموت. وتصيب قرحة المعدة الرجال أكثر من السيدات، وأيضا تؤدي إلى الإحساس بألم في أعلى البطن، أيضا مصاحب بالإحساس بالحموضة، فقدان الشهية، وأيضا من مضاعفاتها النزيف من القرحة، مما قد يؤدي إلى يعني قيء يعني مدموج معه دم، قيء مدمم، كما تؤدي إلى أيضا ضيق في مخرج المعدة، وأحيانا تؤدي إلى حدوث ثقب في جدار المعدة مع التهاب في القشاء البروتيني. وفي بعض الأحوال يعني النادرة قد تتحول إلى قرحة خبيثة. ومن المهم يعني فحص المعدة عن طريق منظار الجهاز الهضمي العلوي عن طريق الفم أو الأنف. من الضروري استشارة الطبيب المتخصص في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.